وحلقتي أفراد أو أهد نين حمالي نقضي مدحوينها الدونك وجحوك بطل. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. وبرنامج عصب أن بلابدون أولي رهد واري ميسيدي وروانا أكسن هكاها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسوك أن حلقة دي قدام بيسي أوهيد واري ميسيدي وروانا أكسن هكاها. سدح الحلقة اللي صورها فحنا كسو شيكيني أبي حاجب المنصور ماشو كسو باللابي وحياله سو قبتي ماشو سو قاري يسدوك سو قاري وحان سو قارني قيبت قدن بيسويت أبي حاجب المنصور عيدن كأدونك ووحوك بضن إنو يشتي بقالة بضن إنو يشتي بودن كقرطبة أي نقطة مقالة قرطبة أي نقطة مقالة أدونك علمي قلو سو دونت دولديه الدريس كلاها وقالة وضع هايين وحي قوان سيدنين كان انتو زنسي وينانين إني دقال كسو قادان وحي باللابين مركة إني دقال كسو قادان أبي حاجب المنصور إلي سبحانه وتعالى هؤلنا حريسته كنتني أفر دقال أيو قلي قار كودنا وحي قارسين لا كنتني إساقال دقال إنو قلو هل مر laga marayna dagaal badan ay ku soo qaadeen shan dagaal ay ku soo qaadeen ee ayaga gardarnaayeen shantii dagaal buu ka raayay kadib wuxuu go'aansaday wi haajib dadkan inuu si fiican u edbiyo sanadka markay ahayd 371 wuxuu go'aansaday ciidan dhan inuu keeno oo asiga madax ka noqdo oo weeraro meel la yiraahdo ليون ليون وحي اغا مهم سنة دقال ذاك لنا انا هل دولة كليمين سدح دولو قال اسوكو تماذي ليون تنفتر كيادا او بقر كودا عيدا بضان سو ديار سدي بقر كالباد وعرسية من الابده هو وحو حكومي جري ودن كليرا قشتالة ايو حكومي جري بقر كسدحاد نوحاوة سانشو اسين وحو حكومي جري نافار ودن كليرا ايو حكومي جري وحي اسوكو كينين عيدا بقول يكونتون كون كبضان دقال حوق بضان ايا ماشي كردقاي الحمد لله سنهور ايدين كوشي نين كان صاحب كان ابي حاجي بن منصور دقال كستوغر الهي سبحانه وتعالى وقولين جري دقال كي مقالة دي ووقب صدي سدح كون او اسير نووصوقب صدي عيدا ووصوقب تي بالمناسبة مقالة دان اما ودن كان ليون ليراهو مركي مسلمين تصوغلين كوكي اوغوه الرئي إذ وحير كدب قال هذا هدنا قبصتي إلى وقت جاس بقر كستو يمد حتى عبد الرحمن الناصر بقر وحو قبضنا أندرو سوف أو قبصتي وفوري ويماشان مركنين كصاحب كان إلهي حتى وحو قارسي ميل قف آقه الرئي أي سنجرين أو ليون إهيد أو قف فوري واي أيوف لبسنا كدب سدح بقلتوات إيشان مركيات هدنا قال هذا مركي لإس أروسة قلعة وحاية جير إجرتي لرها قلعة سمور إذا نسوذوك على لقلي واي ولقيتان لقلي ليون واب الله قالي كدب ومسلمين توا لقى قبصة بقلال سنة لقى هايستي لكن قلعة ذا ولقلي واي لأنه وحاكو تالي مقاله آد وقدس مقالة قيمة بضن وحالي رشان ياقت أيال ديجر مقالة ذا سقال هذا سيأنك مكة أما مدينة نوتهوك لوهيات قدس مركي لغا سوطاقو يو روما لغا تاقو مغالا دان وحي اوهد مغالا دا سدحادو تقديسي يعني حج او آذان اي اهد ابي حاجي بي اسكوال والين ايضا بضاني ديار سدين ابي حاجي بي المنصور اله دان قولو سي دقالو كو قادي ماشو دين ووكا قبصدي مغالا دي الاشن جرين ووكا رعدي غزوات كيس اما دقالا دي سدان كشاكين عاور امن استاجينينو لكن لبا موضوع مهم ايا ربا انا اذي لو ذاقو نمبر وان دولة ديس انتي لأكاتي مركو قباني انتي جرتي مركو لما انتو سلمان دولة ديس انتي لأكاتي تنلبات قصص او لقوري ايا ربا انا اذي لو ذاقو دولة ديس مركو قباني حتى اندرس مرد ماسترنين ميلا قولك لا هيستي او داد معارضين قبسدين ميلا قالا هيستي لكن مركو حكم قبتي وحو بالله بيورت اندرس انو مدايو قالذي انتي هيستي لنك وضا صارو ميلا عصب الى فرنسا جنوب فرنسا صوت كوفرت فرنسا حتى وحو قدر دولة اسبين وقدر اندلس ايو قدر انتا كلمة هاني افريكو اسو قد بمروكو يتونس الجيريا الى ليبيا
ayuu soo gaaray. Marka dowlad afar dowlo waaweyn oo afrika ku taallo, iyo baxri alabyad ee almutawasit, iyo yurub andalus, iyo portugal, iyo dowladahaas dhan isku wada xiga ilaa koonfurta faransa ayuu dowladda gaarsiiyey. Tan labaad, qisooyinka laga wariyana way badan tahay. Waxaan rabnaa inaan ku gaabsano laba qiso oo aada u qiimo badan oo ku saabsan saaxiibkeena xaaji bilmansuur. Qisada kuwaad waa wiil oo asiga dhalay. Xaaji bilmansuur wiilashiisa mid ka mid ayuu wuxuu u dhiibay magaalo, ayuu u dhiibay, wuxuu magaaladaasa governorka tahay. Wiilkii shaytaana maskaxdiisa galay, asxaab karan waa ku ciyaaran, waxay dhaheen adiga aabaha aga xaq badan, aabaha nin duq waaya, haddii aabaha dhinta walaalaha inay qabsadaan laga yaaba, aabaha booska ka tuur ee adiga meesha madaxweyne ka noqo. Wiilkii wuu ugeey ciidam oo abiiskoor istaaga ma haysto, wuxuu sameeyey marka madaxweyne gaal oo kishtaala, boqor kishtaala ayuu u tegey. Wuxuu yidhi waxaan rabaa inay caawisid, aabihiin rabaa afgembi inuu ku sameeyo. Waayuu yidhi xaaji bilmansuur qisadii uu maqlay, kishtaala boqorka uu diray, wuxuu wiilkaas hadda ii soo dir, haddii kale adan kula soo dagaalama. Boqorkii gaalka wuu baqay, cunug wuu soo diray. Cunugii markii la keenay dadka hortooda inuu seefse qaatu madax ka gooyo, wuxuu yidhi qof kastoo dowlad islaam khiyaano ama diinta ka hor yimaada saana u dambeynayso. Qisada labaad waxay ku saabsan tahay gabdho muslimaad ah oo lagu shaqaysan jiray kaniisa jooga. Maalin maalmaha ka mid ah xaaji bilmansuur wuxuu diri jiray dad, uu diri jiray si dowladaha canshuur laga soo qaado. ninkii marka waa nin xaaji bilmansuura soo diray, nin qiimo badan waa. Marka markuu yimaado meelaha lagu wareejir, meelaha lagu wareejiyey markuu waxaa ka mid ah kaniisa aada u weyn. Kaniisadiiuu galay laba gabar oo muslimad ayaa meesha jooga. Markay arkeen ninkii waxay dareemeen ninkan inuu muslim yahay, waa u qayliyeen. Markaasi waxay dhaheen alxaaji bilmansuur ma ogol yahay inuu asina meesha boqor noo noqdo, amiirulmu'miniin na yidhaahdo, annagana oo kaniisa dad gaala ay nagu shaqaystaan ma ogol yahay. Ninkii wuu soo baxay, si usoo socday xaaji bilmansuur u yimid, wuu u sheegay. Xaaji bilmansuur wuu xanaag, wuxuu yidhi wallaahi ciidan halii diyaariyo, wallaahi waxaan ku dhaartuyay magaaladaas inaan qabsado, kaniisadaasna aan burburiyo. ciidankii uu diyaarsaday, boqorkii gaalka marka wuxuu maqlay sheekadii uu maqlay, war maxaa jira xaaji bilmansuur, muxuu ciidan usoo watay, lacagtii waa bixin, diintii waa bixin, sida laga baqi jiray. markaasaa loo sheegay laba gabar muslimaad waxaa jirta oo meeshaas lagu haysto. labadii gabar muslimaad uu soo qabtay, ninkii soo qabsaday markaasuu wareysay labadan gabdha siay ku timid, waxaa hebelaa soo qabsay. ninkii soo qabsado edbi wuu xabiskuu geliyey, labadii gabadha muslima haddii uu sii wuu diray, kaniisadiina asigaa jijibiyey. wuxuu warqad uu qoray, wuxuu raalli ah xaaji bilmansuur, lacagtiina waa kaas, gabdhihiina waa kaas, kaniisadiina anigaa dubiyey, ninkiina waa xiree, raalli ahaa hana soo weerare. xaaji bilmansuur markii kaniisada la burburiyo, dhaartiisa loo oofiyey, gabdhihii muslimiintiina la keenay, hadiyana la soo siiyey, ninkiina la xiray, khalaas wuxuu yidhi intaas waa intaas. ugu dambeyntii walaalayaal, qisadan ama ninkan aan kasoo sheekeyn alxaaji bilmansuur la yidhaaho maxaa laga faa'iidaysana? faa'iidada koowaad, waari may sidee war wanaagsan ha kaa haro. qof walbo annaga naga mida ma noolaanaysid, maalin unbaa dhimanaysaay, waxaa ka tagtaa wax wanaagsan oo lagugu soo xasuusto. faa'iidada labaad, waxaa ogaataa wax walbo inaad noqon kartid, laakiin waxaa lagaga baahanyahay inaad lahaatid juhdigeeda, inaad lahaatid sabarkeedana inaad yeelatid ayaa lagaaga baahan yahay. go'aan yeelo, u shaqay, sabarna lagaa helo. faa'iidada saddexaad, dhalinyarteena soomaalida oo rabta tahriib inay badda soo galaan badda intaa soo geshid oo aad ku dhiman lahayd ama yaxaas ku cuni lahaa ama shan sana qaxooti ku juri lahayd, waxaa samayn karta adoo waddankaaga joogtid, ayaa meel ka gaari karta ama ayaa qiimo yeelan karta ama ayaa wax badan samayn karta. dadkii Mareykanka iyo Yurub soo galay inay ku wareereen meesha qaar ka mid ay joogeen, ayaa horaad waxaan dhegaysay nin dhahay 40 sano Canada jooga, maantana lacagaan ku baxa ma haysti. maxaa keenay? waa uun iska soo galnay. qof walba waxaa loo baahanyahay meel walbaad joogtid gool samayso, wax waa bedeli kartaa. dadkan adduunka bedelay oo plaanka kuu sameeyey, TV-ga qofaa kuu sameeyey, nalka qofaa kuu sameeyey, xataa saa wax u cunaysid, saa wax u sheegaysid, dadaa kuu sameeyey. fargeetada gacanta bidixda midigta ku qabso, mindida gacanta bidixda ku qabso, saan u jaro, saan u cun, TV-ga waqtigaasa musalsalkaas waqtigaas wuu soo gala, waxaas ibni aadana kuu sameeyey. waa sidaadoo kale, intii adiga plaan lagu samayn lahaa, lagu xukumi lahaa, adiga balaan sameeyo, dadka ta'tiir ku samee. faa'iidooyinka kalena idinka ayaa idin weydiina walaale inaad soo qortaan. anna allah subxaanahu wa tacaala waxaa inuu weydiina inuu naga dhigo dad wanaagsan, ikhlaas wax walbay sameeya ilaahay dartiis u sameeya, ilaahayna dad u fududeeyo camal wanaagsan oo lagu soo xasuusto, adduunyane sharaf ay ku yeeshtaan, aakharane janno geeyo. imaam albukhaari raximahullah waa la sheegaa markasto kitaab uu ka tegey adduunya magacaas uu ku yeeshtay,
آخرًا وإن شاء الله حورجين الجنة إمام أبا حنيفة إمام الشافعي إمام أحمد وهلم جرى إمام إذا سوكل وشيك دتك مدحوين يا شاب عبد الرحمن الناصر هانور رشيد سوكل أوسمي وأذي يعني ونقوم كرتاي هوسة سودين كرفيري دولك هفيرين هدو كليب كان كوهو الرين وحا سميسة ستسدح كليبا كوهو الرئيسي دقيسة إن شاء الله تعالى وحانا سمي دونا كل ودنا إسو صوت درو أي حال مرسو قلنا إلهي سبحانه وتعالى دنبيجينا حدافو إلهي سبحانه وتعالى هنقاد ديقو دادك وحو ناكسن شيغو وحمو لانكسن مركيا مقلان كو عمال فلو دنبيجي إكينا الله حدافو أندقيسن كو تدبر ولا لها كلانا أسي قدبي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنو حالا قضى صوصعوت إسنين تصوصعوت إيوه وارمي سيدي ورو ناكسن أكاهر إيوه السلام عليكم ورحمة الله. زمن جميل كان فيه سمونا كانت بي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.